السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أصدقائي. معكم حمزة من قناة ميدزيديو، القناة الأكاديمية الخدمية التعليمية. مكملين معاكم بشرحنا لمادة علوم الحياة العامة 1 بيون، واليوم إن شاء الله رح نحكي عن جزئية النيوكليك أسيد. قبل هيك يا جماعة حكينا عن اللارج بيولوجيكال مولكيول، حكينا عن الكربوهيدرات، وحكينا عن الليبيد وعن البروتين. كتلخيص سريع، حكينا الكربوهيدرات مهمتها تخزين الطاقة، بالنسبة للليبيد أيضا تخزين الطاقة وإلها أدوار ثانية. حكينا عن البروتين إله كثير أدوار وإله رولز كثير بالجسم، إله فانكشن مختلف. اليوم إن شاء الله رح يكون موضوعنا على النيوكليك أسيد. النيوكليك أسيد هو عبارة عن الحمض النووي اللي بيكون فيه مخزن المعلومات أو الشفرات الوراثية. لما نحكي إحنا حمض نووي بنحكي عن DNA و RNA، معروفات باسم DNA و RNA. هلا بنتعرف شو هن وشو أقسامهم وشو وظيفتهم. بالبداية الحمض النووي هو عبارة عن مركب لارج بيولوجيكال مولكيول، بنرجعنا للأساس، بيكون مكون من مونومر. المونومر بنسميه نيوكليوتايد، جاي من اسم نيوكليك أسيد، فالمونومر تبعها هو عبارة عن نيوكليوتايد. الشفرة الوراثية اللي هي بتنتقل من الأجداد إلى الآباء ومنها إلى الأبناء، هاي الشفرة الوراثية بتتخزن ما ضمن الجينات. الجينات هاي هي عبارة عن شفرات موجودة ضمن النيوكليك أسيد لحتى تنتقل من الآباء إلى الأبناء. بالبداية النيوكليك أسيد ستور أند ترانزميت هيريديتري انفورميشن. النيوكليك اسيد زي ما حكينا لكم هي بتخزن وبتنقل المعلومات الوراثيه عبر الاجيال. The amino acid sequence of polypeptide is programmed by unit of inheritance called gene. بنرجع شوي للفيديو السابق، حكينا ان البروتين انه مكون من امينو اسيد. هاي الامينو اسيد لما تترتب بطريقه معينه رح تعطينا بروتين معين مسؤول عن فانكشن معين. ترتيب هاي الامينو اسيد ضمن ترتيب معين او اصطفاف معين بنسميه جين. الجين هو عبارة عن امينو اسيد محمول عليه صفات وراثية معينة مثل طول الشعر، لون الشعر، العيون مثلا، بنية جسمانية، وحتى البنية او التركيبة العصبية والنفسية للشخص كمان بتكون محمولة على هاي الجينات. الجينات هي عبارة عن دي ان اي او بنسميه نيوكليك اسيد. نحكي بشكل عام النيوكليك اسيد ميد اوف مونومرز بنسميه النيوكليوتايد. نيوكليوتايد هو المونومر تبع الدي ان اي او النيوكليك اسيد بشكل عام. يا جماعه نحفظها، اذا المونومر تبع النيوكليك اسيد هو عباره عن نيوكليوتايد. بعد ما عرفنا انه في عندنا شيء اسمه نيوكليوتايد او نيوكليك اسيد، في عندنا انواع من النيوكليك اسيد. في عندنا نوعين اساسيين اللي هنا الدي ان اي والار ان اي. تسمية دي ان اي جاية من كلمة ديوكسي ريبو نيوكليك اسيد، يعني عندنا الريبو هي الريبوز اللي هو السكر، ديوكسي يعني منزوع الاكسجين، يعني ما فيه اكسجين، بيكون في تركيبته ما في موجودة فيه اكسجين. ديوكسي ريبو نيوكليك اسيد اللي هو حمض النووي منزوع الاكسجين بنسميه. الار ان اي هو عبارة عن نوع اخر من نيوكليك اسيد اسمه ريبو نيوكليك اسيد اللي هو الحمض النووي الرايبوزي بنسميه باللغة العربية، جاي من السكر الخماسي اللي هو الرايبوز. بالنسبة للدي ان اي provide direction for its own replication. هلأ بشرح لكم كيف الآلية بتصير، بس ولكن لازم نعرف انه الدي ان اي لحاله ممكن انه يصير له تضاعف. يعني في عندنا دي ان اي، شريط دي ان اي مكون من 50 شفرة وراثية، هاي 50 تتكرر، يعني بتطبع حالها، بتنسخ حالها نسخ ذاتي، تمام؟ replication اللي هي التضاعف. own replication يا جماعة هي كثير مهمة، انه هو تضاعف وبيكون ذاتي. عكس ال RNA، ال RNA هو عبارة عن نسخة من ال DNA، يعني ال DNA لما ينسخ حاله بيجي ال RNA أو مثلا بيجي مركب بينسخ أو بيطبع منه نسخة لهذا ال DNA، بتعتبر ها هي ال RNA اللي هي الرايبو نيوكليك أسيد. طبعا في ال RNA له أنواع، تمام؟ في عندنا المسنجر، في عندنا الترانزميت، في عندنا أكثر من نوع لل RNA، ولكن هون بيهمنا نعرف شو هو الـ mRNA. الـ mRNA هو عبارة عن المسنجر، هو المرسال، هو الناقل، هو النسخة المنسوخة أو المطبوعة من الـ DNA. لما يصير في عندنا تكاثر أو يصير في عندنا انقسام بالخلية، شو اللي بيصير؟ الـ DNA طبعا كل خلية فيها DNA، نحن بنعرف بتكون موجودة ضمن النواة. هاي الخلية لما تحتوي الـ DNA، الـ DNA بتضاعف، تمام؟ يعني نفسه بيصير نسختين.
فنسخة بتظل بالخلية الأساسية ونسخة بدها تروح للخلية المنسوخة لما بدنا نعمل انقسام مثلا ضمن الخلية. نسخة الـ DNA صار اسمها mRNA اللي هي المسنجر. هاي الـ mRNA بتطلع بتروح على إشي اسمه الرايبوسومز اللي هو المركب أو العضية موجودة ضمن الخلية. هذا الإشي رح نتعرف عليه بالشابترات القادمة، ولكن يعني ضروري نعرف شو يعني رايبوسوم. رايبوسوم هو عبارة عن مصنع. المصنع هذا يعني بتصلوا رسالة، تمام، اللي هي mRNA، بتصلوا رسالة إنه أنا معي بدي أطبع هاي الشفرة. بيقولوا تمام أوكي ادخل، تدخل هاي الشفرة ضمن الرايبوزوم، من جنب تدخل كmRNA، من جنب الثاني بتطلع على شكل بروتين. فهذا البروتين بيكون مصمم على هيئة الرسالة اللي جايته، عشان هيك نحن قلنا أشياء مترابطة ما بين الـ DNA والـ RNA وما بين البروتينات، عشان هيك حكينا إنه الجين هو عبارة عن أمينو أسيد. هلا بنعرف كيف الآلية وكيف بتتم عملية النسخ أو شو دور هذا الإشي بإنتاج الصفات الوراثية بالأبناء. طيب يا جماعة، هاي الصورة كثير حلوة وكثير مهمة وبتلخص كل إشي حكيناه إحنا قبل هيك. هاي بالبداية عندنا الـ DNA هو عبارة عن شريط من الشفرات الوراثية أو المعلومات الوراثية. هذا الشريط بيكون دبل هايلكس، يعني بيكون في عندنا عبارة عن شريطين، تمام، بيكونوا متداخلين مع بعضهم البعض على شكل هلالي. بعد هيك يا جماعة رح يصير في عندنا نسخ للـ DNA. النسخة اللي بتطلع منه هاي الخطوة الأولى synthesis of mRNA، إنتاج الـ mRNA، هي عبارة عن نسخة من هذا الـ DNA. وزي ما حكينا لكم الـ DNA بيكون مخزن ضمن الخلية ضمن النيوكلياس اللي هي النواة. الـ DNA انتسخ صار اسمه mRNA، هذا الشريط الأحمر. الـ mRNA رح يغادر النواة، رح يتجه لإشي اسمه الرايبوسوم. هي الرايبوسوم يا جماعة هو عبارة عن المصنع أو الفاكتوري لتصنيع البروتين. طيب بيدخل الشريط بعد ما تحرك الـ mRNA، راح لعند الرايبوسوم، بيدخل الشريط ضمن المصنع. لما يدخل الشريط بيعرف مثلا حسب الشفرة الموجودة هون راح يركب أمينو أسيد لحتى يطلع معنا البروتين، زي نحن ما بنعرف إنه بيتكون على شكل سيكونس. فهي باختصار عملية الإنتاج أو تصنيع البروتين بناء على الشفرة الوراثية اللي أنا بتمرق لعندي. تركيبة النيوكليك أسيد، نحن حكينا إنه النيوكليك أسيد هو عبارة عن بوليمر بالبداية، بوليمر لإشي اسمه نيوكليوتايد. إله تسمية ثانية نيوكليك أسيد بنسميه بولي نيوكليوتايد، يعني نيوكليوتايد متعدد. هذا الشيء منطقي وبسيط. طبعا كل بولي نيوكليوتايد أو نيوكليك أسيد مكون من مونومر، هو عبارة عن نيوكليوتايد. النيوكليوتايد مكون من ثلاث شغلات رئيسية اللي هي نيتروجين بيز، وعندنا البنتوز شوغر، وعندنا واحدة أو أكثر من فوسفيت جروب. إذا نكتب يا جماعة عندنا تكوينة النيوكليك أسيد أو نيوكليوتايد الوحدة هي عبارة عن نيتروجين بيز أو نيتروجينوس بيز، في عندنا بنتوز شوغر، وفي عندنا فوسفيت جروب واحدة أو أكثر. طيب لما يكون في عندنا نيوكليوتايد وما فيه الفوسفيت جروب بنسميه نيوكليوسايد. ننتبه للمصطلحات يا جماعة. نيوكليوتايد هو المونومر مكون من ثلاث شغلات أساسية اللي هي نيتروجين وبنتوز شوغر وفوسفيت. طيب إذا شلنا الفوسفيت بصير اسمه نيوكليوسايد. طيب نيوكليوتايد مع بعض البعض تعطينا نيوكليك أسيد أو ما يسمى بالبولي نيوكليوتايد. بهاي الرسمة نحن نتعرف على تركيبة النيوكليوتايد بشكل أكبر. بالبداية خلينا نتفق على تركيبة النيوكليوتايد. زي ما حكينا أنا بيكون عندنا نيتروجين بيز، هذا المربع كله، بيكون في عندنا شوغر، سكر خماسي، وبيكون في عندنا فوسفيت جروب، تمام. بالبداية خلينا نتعرف على إشي اسمه نيتروجين سبيس، يعني قاعدة نيتروجينية. بنلاحظ إنه في عندنا جروبين أساسيين هن البايريميدين وفي عندنا البيورين، يعني نحنا ممكن نفرعهم لفرعين. بالنسبة للنيتروجين بيس على الورقة عندنا مكون من قسمين أساسيات اللي هن البايريميدين والبيورين. شو الفرق بيناتهم؟ بالنسبة للبايريميدين هو عبارة عن حلقة واحدة، يعني بيكون الستركتشر تبعها حلقة واحدة، زي ما بنشوف عندنا السيتوسين وعندنا الثايمين وعندنا اليوراسيل، عبارة عن حلقة واحدة. أما بالنسبة للبيورين هو عبارة عن حلقتين مترابطين مع بعضهم، بنسميهم فيوزد رينجز، يعني عبارة عن حلقات متداخلة، حلقتين حلقتين. في عندنا مثالين بس إنه الأدنين والجوانين. في معلومة بسيطة يا جماعة اللي هي نحن بتركيبة الـ DNA أو الـ RNA راح نستخدم الأحرف، يعني راح نعمل زي ترميز. بالنسبة للسيتوسين هو سي، الثايمين تي، واليوراسيل يو. بالنسبة للأدنين عبارة عن حرف الـ A والجوانين حرف الجي.
هلا في فكرة بسيطة بيناتهم هسه بحكي لكم اياها. في عندنا السكر الخماسي، نحن زي ما حكينا في عندنا طالما عندنا نوعين من نيوكليك اسيد فراح يكون عندنا نوعين من السكر. في عندنا الديوكسي ريبو نيوكليك اسيد اللي هو الدي ان اي، فهو ديوكسي ريبوز اللي هو عبارة عن سكر خماسي منزوع الاكسجين. في عندنا الرايبوز اللي هو بيكون موجود بالار ان اي. بنلاحظ الفرق بيناتهم يا جماعة هون، انه في عندنا هون اتش بالدي ان اي او بالديوكسي ريبوز، وهون في عندنا او اتش، فهون منزوع الاكسجين هذا، وهذا بيكون الار ان اي او الريبوز بيكون فيه اكسجين. فاذا هاي تركيبة النيوكليوتايد الوحدة عبارة عن نيتروجين بيس، اي وحدة من هذول ما بفرق، السكر واحد هذا او هذا، وفي عندنا الفوسفيت جروب وحدة او اكثر. طيب بالنسبة للبايريميدين في عندنا ثلاث انواع من النيتروجين بيس صح، بس ولكن في عندنا نوعين يعني بيكون هذول مميزات اللي هن الثايمين واليوراسيل. الثايمين يا جماعة بيكون موجود فقط بالدي ان اي، يعني مستحيل تلاقي شريط ار ان اي موجود فيه ثايمين. وعلى العكس تماما في عندنا اليوراسيل اللي هو حرفه يو، هذا بيكون موجود بالار ان اي فقط، يعني مستحيل تلاقي يوراسيل بالدي ان اي، فبديل الثايمين هو يوراسيل. طيب الفكرة الثانية يا جماعة انه ما بيصير يشبك السيتوسين مع الثايمين سوا، ما بينشبكوا مع بعض، لما بدنا نشبك تو نيوكليوتايد ما بصير نشبكهم مع بعض. في آلية معينة اللي هي السيتوسين بينشبك دائما مع الجوانين، أما الثايمين أو اليوراسيل راح ينشبكوا مع الأدنين. إذا كان الشريط اللي معنا أو المركب اللي معنا دي إن إيه فأكيد راح نشوف الثايمين مع الأدنين، أما إذا كان آر إن إيه راح يكون عبارة عن يوراسيل مع أدنين. هون راح يحكون الحكي اللي حكيناه قبل شوي كلياته، إنه النيوكليوسايد هو عبارة عن السكر الخماسي مع النيتروجين بيز فقط بدون الفوسفيت جروب، اذا اضفنا الفوسفيت جروب بصير اسمه النيوكليوتايد. طبعا في عندنا زي ما حكيت لكم عندنا نوعين من الفاميليز من النيتروجين سبيس، في عندنا البايريميدين وفي عندنا البيورين، مهمات جدا هذول التسميات وبيجوا بالامتحان. البايريميدين يا جماعه نركز شوي، البايريميدين هو عباره عن ثلاث اشياء، سايتوسين ثايمين ويوراسيل سي تي يو. في إلهم single six membered rings، هو عبارة عن حلقة واحدة سداسية إذا منشوف زي ما احنا شفنا بالرسمة اللي قبل. أما بالنسبة للبيورين في عندنا نوعين، هنا الأدنين والجوانين اللي هن الـ A والـ G، في عندهم عبارة عن حلقتين six membered rings fused to five membered ring، يعني عندنا حلقة سداسية مرتبطة مع حلقة خماسية. بالدي ان اي السكر بيكون عبارة عن ديوكسي ريبوز، بالار ان اي بيكون ريبوز طبيعي، والنيوكليوتايد زي ما حكينا لكم هو عبارة عن نيوكليوسايد مع فوسفيت جروب، يعني الترجمة تبعها هي عبارة عن نيتروجين بيز مع سكر مع فوسفيت جروب. هلأ بالنسبة لتركيبة النيوكليوتايد لما نعمل منه بوليمر، زي ما حكينا النيوكليوتايد بوليمر ار لينك together to build a polynucleotide او بنسميه النيوكليك اسيد، يعني النيوكليك اسيد او البولينيوكليوتايد هو عبارة عن بوليمر من النيوكليوتايد. طب كيف بيربطوا مع بعض؟ adjacent nucleotide are joined by covalent bond. اول شيء الرابطة بيناتهم هي رابطة covalent that form between the OH group on the 3 carbon of one nucleotide and the phosphate on the 5 carbon on the next. يعني لما بدنا نربط احنا تو نيوكليوتايد مع بعضهم يا جماعة الطريقة بتكون منظمة جدا، ليش؟ لانه هون احنا بنحمل شفرات وراثية، فالموضوع لازم يكون حساس شوي او دقيق. في عندنا رابطة بنسميها كوفيلنت بوند، هاي الرابطة بتنشأ ما بين الكربون الثالثة، في تعداد معين للكربونات بالسكر السكر الخماسي، الكربون الثالثة بيكون عليها OH من اول سكر راح ترتبط مع الكربون الخامسة من السكر اللي بيكون عليها فوسفيت، يعني OH مع فوسفيت، بس كل واحدة لها مكان معين. الـ OH بتكون على الكربون الثالثة، الفوسفيت بتكون على الكربون الخامسة طبعا من النيوكليوتايد الثاني، فبيرتبط 3-5، يعني جهة الارتباط بالنسبة للنيوكليوتايد هي 3-5، من 3-5 ببلش، 3 اللي بيكون عليها OH، 5 اللي بيكون عليها فوسفيت. These links create a backbone of sugar phosphate unit with nitrogen bases as appendages. يعني الارتباط ما بين الكربون الثالثة والخامسة بيكون ارتباط ما بين سكر وفوسفيت أو OH مع فوسفيت، بنسميه backbone. backbone هو إشي زي العمود الفقري أو حجر الأساس أو عمود الأساس اللي بيرتبط فيه كل النيوكليوتايد. فبيضل عندنا القسم الثالث اللي هو الضايع، مين؟ النيتروجين بيس. النيتروجين بيس هي عبارة عن زوائد بتكون على طرفي كل نيوكليوتايد.
إذا نرجع كيف في ربطه معنا النيوكليوتايد. أول شيء في عندنا النيوكليوتايد مقسم إلى ثلاث أقسام أو فيه ثلاث أجزاء زي ما حكينا، فيه سكر وفيه نيتروجين فوسفيت، عفوا فوسفيت جروب ونيتروجين بيس. نيتروجين بيس اتركوا ليها على جنب. بالنسبة للسكر بترتبط الكربونة الثالثة منه اللي عليها أو اتش مع الكربونة الخامسة من النيوكليوتايد الثاني اللي عليها فوسفيت. إذا هاي ربطنا سكر مع فوسفيت. شو اللي ظل عندنا؟ ظل عندنا النيتروجين بيس، هذا عبارة عن زوائد بتكون على الطرفين. فالباك بون بنسميه أو العمود الفقري الأساسي لتكوينة النيوكليوتايد هو السكر مع الفوسفيت. احفظوها يا جماعة، الباك بون هو سكر مع فوسفيت. الباك بون عمود فقري أو حجر الأساس، أو خلينا نقول العمود الأساسي بتكون منه النيوكليوتايد. النيتروجين بيس راح تظل هي على الأطراف، هاي في إلها دور وفي إلها مهمة. النقطة الأخيرة the sequence of the bases along DNA or mRNA polymer is unique for each gene، يعني كل جين بيحتوي سيكونس من النيتروجين بيس. يعني الاختلاف ما بين سيكونس وآخر ما راح يكون الاختلاف بالسكر، ليش؟ لأنه السكر واحد والفوسفيت واحدة. الاختلاف راح يكون عبارة عن مين؟ الاختلاف بالنيتروجين بيس اللي هو النيتروجين سبيس. نعم، احنا قسمنا تكوينة النيكليوتايد لشغلتين، اذا صار عندنا باك بون ونيتروجين بيس او بيز لحالها. الباك بون هو عبارة عن سكر وفوسفيت، هذا ثابت بين كل الدي ان اي والار ان اي. الاختلاف رح يصير وين؟ رح يصير بترتيب البيز، يعني نيتروجين بيس ضمن الدي ان اي او الار ان اي. فالاختلاف رح يكون عبارة عن البيز اللي هو النيتروجين بيس. هلا اذا بنيجي نتخصص اكثر لحتى نعرف شو هي تركيبه او ستراكشر اوف دي ان اي اند ار ان اي مولكيولز، كيف تركيبه الدي ان اي والار ان اي. الار ان اي مولكيولز يوجوالي اكزيست از سنجل بولي نيوكليوتايد تشين، هو عباره عن شريط واحد مفرد من البولي نيوكليوتايد. اما الدي ان اي مولكيول هاف تو بولي نيوكليوتايد سبيرلينج اراوند ان ايماجينري اكسس، يعني هو عباره عن شريطين ملفوفين حول تقريبا محور تخيلي. نحن متخيل محور بالنسبة لشكل الدي ان اي، محور هو بلف عليهم تمام، بشكل ما يسمى بالدبل هيليكس زي ما ورجيتكم صورته قبل شوي، يعني زي هيك. الدي ان اي هو عبارة عن دبل هيليكس، the two backbone run in opposite 5 to 3 direction from each other and arrangement referred as anti-parallel. طيب تركيبة الدي ان اي شوي معقدة. احنا اتفقنا انه كل شريط او كل نيوكليوتايد بيتكون او بينشبك عن طريق 3 إلى 5، هذا الشيء احنا عارفينه. طيب بالنسبة للدي ان اي ببلش العد تبعه من 5 إلى 3، يعني عكس التركيب تبعه بما انه هما شريطين متوازيين وملفوفين على بعض تقريبا. فبالنسبة للعد او الترتيب الباك بون بيكون فيها من 5 إلى 3، دايركشن تبعها اتجاهها بيكون من 5 إلى 3، لان هما عبارة عن شريطين متوازيين متعاكسين انتي بارلل. كلمة انتي بارلل يا جماعة كثير مهمة، اذا ما كانت موجودة بيكون غلط السؤال. يعني لما نحكي انه دي ان اي هو عبارة عن دبل هيليكس ونسكت، غلط. هو انتي بارلل دبل هيليكس، عبارة عن شريطين متوازيين. لما نقول بارلل يعني متوازي، انتي بارلل يعني متوازي بشكل عكسي. وبرضه لما نقول بارلل دبل هيليكس غلط، هو عبارة عن anti parallel double helix، شريطين ملتفين على شكل هيليكس، و anti parallel يعني توازي تعاكس، يعني متوازيين متعاكسين زي ما بنقول. يعني مو نفس الترتيب، بيكونوا مش من 3 إلى 5 إلى 2، لا بيكون من 5 إلى 3. one DNA molecule include many gene، زي ما حكينا الجينات بتكون محمولة على الـ DNA. طيب بعد ما حكينا لكم كيف شكل الدي ان اي والار ان اي كشكل، هلا بندخل بتركيبتهم. ذكرنا سابقا انه النيتروجين بيز هي اللي بتختلف ما بين الدي ان اي والار ان اي. ذا نيتروجين سبيس ان دي ان اي بير اب اند فورم هيدروجين بوند، الرابطه ما بين النيتروجين بيز هي هيدروجين بوند. نحن ما بدنا نتشوش يا جماعه او نخربط. في عندنا رابطتين بالنيوكليك اسيد، في عندنا رابطه ما بين كل سكر او ما بين الاو اتش وما بين الفوسفيت جروب لمحمولات على السكر، وفي عندنا رابطة موجودة بالنيتروجين بيس. النيتروجين بيس الرابطة هيدروجين بوند، السكر أو الباك بون موجود فيه الرابطة بنسميها كوفيلنت بوند. في عندنا الأدنين دائما يا جماعة بيكون مع الثايمين، هاي بالدي ان اي. نحن قلنا الدي ان اي ما فيه يوراسيل، لو كانت ار ان اي الأدنين بيكون مشبوك مع اليوراسيل.
الأدنين زي حكينا مع الثايمين، الجوانين مع السيتوسين، هذا الشيء ثابت يعني خلص، A مع T وG مع C. كولد كومبلمنتري بيز بيرينج، هاي بنسميها الإشي المتمم، يعني لما ينربط ال A مع ال T هذا بنسميه كومبلمنتري بيز بيرينج، إنه زوجين متممين لبعض. Complementary pairing can also occur between two RNA molecules or between part of the same molecule. الcomplementary اللي هي الA مع الT G مع C هاي بتصير أيضا بالRNA مش بس بالDNA، ولكن الاختلاف حكيت لكم يا جماعة إنه ما في عندنا thymine بالRNA. In RNA thymine is replaced by uracil, so A and U pair. يعني الA رح ترتبط مع اليوراسيل، هذا كله حكينا. هاي السلايدة يا جماعة أو هاي الصورة بتلخص لنا كل إشي إحنا حكينا. بالبداية هون في عندنا هذا الشكل، هو عبارة عن الدبل هيليكس أنتي بارلل من الدي ان اي. الشريط الأزرق اللي احنا شايفينه هذا عبارة عن السكر مع الفوسفيت اللي هو الباك بون اللي حكينا عنه. برجع بأكد انه الرابطة بيناتهم يا جماعة هي عبارة عن كوفيلنت بوند، هذا الاشي ما بهمنا. بهمنا اللي باللون الأصفر هذا اللي شايفينه، هو هذا العبارة عن البايريميدين والبيورين اللي هن عبارة عن نيتروجين بيز اللي هن الأبندجز من كل شريط. في شغلة قبل ما نبلش نحكي عنها، اللي هي شايفين انتو مثلا نمشي مع هذا الشريط ببلش من 3 لـ5، اذا بنمشي مع الشريط رح ينتهي زي ما احنا شايفين بالخمسة، وهذا الشريط نفسه اللي هو المعاكس بيكون من 3 لـ5 زي ما احنا شايفين. الترتيب حكينا من 5 لـ3 لانه هو انتي بارلل، اما صناعة او تركيب البوليبيبتايد بتركب من 3 لـ5. طيب عرفنا الباك بون وعرفنا النيتروجين بيس. زي ما ملاحظ يا جماعة في عندنا هون النيتروجين بيس اللي هو باللون الأصفر، هاي عندنا الأدنين وهاي عندنا الثايمين. لما نشوف الثايمين مباشرة بنعرف انه هذا الشكل اللي عندنا هو عبارة عن دي ان اي مش ار ان اي، ضروري نركز على هاي المعلومة. وزي ما حكينا انه الأدنين بينشبك مع الثايمين، السيتوسين مع الجوانين، الجوانين سيتوسين والى اخره. الرابطة شو هي؟ الرابطة بتكون بيناتهم هيدروجين بوند يا جماعة، بيز بير جوينت باي هيدروجين بوند، نركز على هاي المعلومة جدا مهمة. الرابطة بيناتهم هي عبارة عن هيدروجين بوند، الباك بون الرابطة كوفيلنت بوند. أما بالنسبة للـ RNA الترانسفير RNA اللي هو الناقل، بيكون هو عبارة عن شريط زي ما احنا شايفين، هذا مش دبل هيليكس تفكروا انه هو شريطين، لا هذا شريط واحد شايفين؟ يعني إذا بنكمل معه عبارة عن شريط واحد، بس هو هيك لاف على بعضه. حكولنا معلومة هم انه حتى بالار ان اي حتى لو هو شريط واحد انه ممكن ينشبك مع بعضه، يعني بتلاقي مثلا هذا نفس الشريط بس ولكن النيتروجين بيس بيكون مشبوكين مع بعضهم البعض. نفس الترتيب ونفس الشكل بالنسبة له، ولكن الاستبدال راح يكون عندنا الادنين بيكون مربوط مع يوراسيل، سيتوسين مع جوانين، هذا اشي ثابت. هاي شكل ثلاثي ابعاد تقريبا له، هذا الباك بون اللي باللون الاصفر، هاي عندنا النيتروجين بيس. النيتروجين بيس في عندنا هون الادنين والثايمين معناته الدي ان اي، الرابطه هيدروجين بوند، هاي الادنين احنا قلنا نوعه بايريميدين او عفوا بيورين فهو حلقتين سداسيه وخماسيه، الثايمين هو بايريميدين فهو عباره عن حلقه واحده والى اخره. هاي المعلومات كلها لازم احنا نكون مركزين فيها. هيك ان شاء الله نحن بنكون خلصنا التشابتر الثاني، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، ان شاء الله تكونوا لملمتوا المعلومات، حطيتوا هايلايت على المعلومات المهمة، على الكلمات المفتاحية، الكلمات المهمة والحساسة بكل سلايدة. اخر التشابتر تقريبا في عندنا التلخيص لكل اشي حكيناه، اللي تبع معنا واللي حضر الفيديوهات ان شاء الله رح يستفيد ورح يكون هاي المعلومات كلها وانا ملخصة عنده بضمن الجدول. ما فيها اي اشي بيحكي لنا عن اللارج بيولوجيكال مولكيول شو هن، عندنا كربوهيدرات، ليبيد، بروتين، نيوكليك اسيد، هاي هن الاربع الاساسيات. كيف بيكون شكل كل وحدة، شو انواعهم، مثلا الليبيد حكينا في عندنا 3 انواع، فاتي اسيد، في عندنا فوسفيت فوسفوليبيد، وفي عندنا الاستيرويد وإلى آخره. تقريبا هذا تلخيص لكل الأشياء اللي نحن درسناها مع بعض هون بشكل مكبر، كبرنا عليهم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، وأي سؤال حكونا بالتعليقات، ويعطيكم ألف عافية.